حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحما التوحيد لما قال له أنت سيدنا، قال السيد الله. كلمة سيد أو السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما قال السيد الله سبحانه وتعالى. وإذا أطلقت على الناس إذا كانت مقيدة فلا بأس بذلك، أن يقال سيد بني فلان، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل سيدكم فلان، وقال قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ، وقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، فإذا كانت كذلك فلا بأس. أما الإطلاق السيد هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وتعامل معاملة الملك والعزيز والرحيم والكريم وما شابه ذلك من الأسماء، يجوز إطلاقها على الناس كما قال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز، وقالوا يا أيها العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وقال الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذه يجوز إطلاقها، ولكن لابد أن نعلم أن السيد الله أنه اسم من أسماء الله جل وعلا. نعم.